حي راقي. في 2021 الولاية تاعنا شهدت انتعاش فيما يخص مشاريع التنمية خاصة المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن. رحنا اليوم عايننا وراقبنا وتبعنا في الميدان المشاريع التنموية مختلفة، منها سكنات عدل وسكنات الترقوي المدعم اللي كانت تشهد عراقيل ومشاكل كبيرة بيروقراطية اللي توصلنا إيجاد الحلول المناسبة لهذه العراقيل البيروقراطية على مستوى الإدارة، وذلك باجتماعات ماراثونية مع المرقين ومع المكتتبين مع مختلف المصالح، وتم حل نهائيا كل المشاكل. ثم بعد ذلك اليوم تنقلنا للميدان من أجل معرفة الحقيقة، وبالتالي أعطاونا المرقين دي زونجاجمون وأعطاونا دي دات بور ريسيبسيوني هذه المشاريع في وقت محدد إن شاء الله، بس يستفادوا منهم المكتتبين اللي ينتظروا منذ سنة 2013 سواء فيما يخص يعني سكنات عدل أو فيما يخص سكنات ترقوي المدعم للبي. وكذلك رحنا عايننا ملعب بوزيدي بوسط مدينة برج بوعريريج، هذا الملعب اللي شهد يعني تطور كبير وتلعب فيه النخبة حوالي أكثر من 1000 يعني رياضي اللي يمارسوا فيه، وبالتالي اليوم أعطينا تعليمات صارمة للبلدية من أجل التكفل وتحضير بطاقة تقنية من أجل التكفل بهذه الانشغالات، وأيضا القضاء على كل المشاكل المتواجدة بهذا الملعب حتى يكون يعني عملي وتستفاد منه الفرق اللي راهي تنشط فيه. هذه الثانوية اللي اليوم شهدنا ودنا إشارة يعني انطلاق من أجل يعني استعمالها. ايضا رحنا عايننا لي زيسباسفير الساحات الخضراء على مستوى المدينه خاصه المتواجده بمدخل المدينه واللي راهي تعرف تاخر في الانجاز، وين عطينا تعليمات صارمه باش نستلموا هذه الساحه ونستغلوها خلال شهر رمضان الفاضل ان شاء الله. وايضا اطلعنا على بعض المشاريع التنمويه الاخرى الخاصه بنظافه المدينه ونظافه الاحياء، ودرنا اعلنا رسميا على مسابقه لاحسن حي اللي البلديه اللي تتحصل على احسن حي سوف تكون لها دعم مالي من اجل التنميه المحليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. يعني اليوم في زيارة تاع السيد الوالي لموقع 400 سكن سحنون بالعناصر كنا طرحنا الانشغالات الضرورية وهي ربط الحي بالكهرباء الموان طونسيون، وطرحنا ثاني المرافق مشكل المرافق العمومية ومشكل الطرقات ومشكل التهيئة الخارجية اللي كانوا وعدونا باللي اليوم كان السيد الوالي اشرف على انطلاق التهيئة الخارجية والطرقات، يعني بإذن الله هما وعدونا باللي شهر جونفي إن شاء الله راح نستلموا السكنات هذو ويكونوا سكن بكل المرافق ان شاء الله، مع تعيين ارضيه للمدرسه ابتدائيه ومتوسطه، يعني باذن الله الحي هذا راح يكون بكل المرافق ان شاء الله.